استشفت مني حاجة، كنت أيكم معايا غبرة. ممثلة مصرية شهيرة اسمها بالكامل غادة محمد عبد الرازق، ولدت في محافظة الجيزة، حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي. بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، وقدمها المخرج محمد عبد العزيز في فيلم لمضة. بدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي. 3-1 ايه؟ يا دوب 4-1 ايه؟ ثم توالت مشاركتها في أفلام ومسلسلات عديدة. من أشهر المسلسلات التي شاركت فيها صراع الأقوياء، العائلة والناس وغيرها. وفي عام 2003 عملت في فوازير رمضان فرح فرح، وفي مسلسل البطنية تألقت بشكل مميز للغاية، وأصبحت من نجوم الصف الأول في التلفزيون المصري ونالت استحسان الكثيرين. نعم يا عمر، تفكر فيا أخويا، تفكر تتجوزني ولا لا؟ أما في مجال السينما فعملت في أفلام عديدة مع المخرج خالد يوسف الذي أعاد اكتشافها في السينما بوجه جديد، ورأيناها في فيلم الرئيس عمر حرب وغيره تقوم بأدوار جريئة للغاية. وعادت مجدداً للدراما التلفزيونية حيث تألقت في دور بطولة مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة الذي نجح نجاحاً منقطع النظير، خاصة مع وجود الممثل القدير حسن يوسف. تعالوا بقى سلموا، خذوا بركة الحجة. وفي السنوات الأخيرة قامت ببطولة العديد من المسلسلات الناجحة مثل مسلسل مع سبق الإصرار عام 2012، وحكاية حياة عام 2013، والسيدة الأولى عام 2014، وكان آخرهم في رمضان الماضي في مسلسل الكابوس، لتطل على جمهورها هذا الموسم بفيلم اللي اختشوا ماتوا. بعت اللي ورايا واللي قدامي كلها عشان خاطره، كنت بحبه. تالي زمن الرجالة ده انتهى خلاص. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرفها. حبني زي ما رقاصة. ده انتوا كرهتوني في الجواز. ايه حكايتك مع الست اسماء؟ مذكورة اخوي، عارف طريقي. علمت كل حاجة على ايدي. انا من غير الكليل ما كنتش تعملت حاجة. كل اصحابي يقولوا عليكي انك ست مش كويسه وبتعملي حاجات وحشه. ليه كده يا ماما؟ ليه ما صدقهمش؟ لو رست على القتل هقتل. مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ هتلف تلف وترجعي. حتى لو هزف في التراب مش هرجع لك تاني. حبت ظروف اتجمعت على شكل واحده، قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر، ما لقيتش بينهم اي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعه، ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهارده يا روح.